طبعا هو الجو كده كده حر جدا، بس يعني ايه نقدر نقول ان النهارده ارحم ولو سنه بسيطه. الناس بتشوف ان دي بدايه انكسار لموجه حاره عدت علينا الاسبوع اللي فات. الكلام ده صحيح ولا مش دقيق قوي؟ ادينا هنعرف التفاصيل من دكتور محمود شاهين، وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. طبعا كل استاذ كريم، اهلا بحضرتك وكل ساده المشاهدين، اهلا بيكم يا فندم. موجه وانكسرت ولا الموضوع ده مطول معانا؟ لا الحمد لله انكسرت، يعني احنا كلنا بدانا نحس حتى ان الجو اختلف شويه عن الاسبوع اللي فات. حتى من امبارح على فكره ابتدى شويه الاحساس بالرطوبه كمان تحديدا. يعني امبارح الجو كان معقول، وبالليل كان الجو يعني كان في كمان هواء كده قلل شويه فعلا من احساسنا بارتفاع الرطوبه بالليل. فيعني الموضوع فعلا زي ما توقعت في الهيئه، ان قلنا هيكون في انخفاض طفيف من درجتين لثلاث درجات. بالفعل الموجه انكسرت، والنهارده ان شاء الله كمان الجو افضل من امبارح بحوالي درجتين. متوقع النهارده 37 على القاهره في الظل، وبكره نفس الكلام برضه 37، حتى نهايه الاسبوع من 37 ل 38 ممكن تصل الى 39، برضه يعتبر كلها درجات حراره اقل من الاسبوع اللي فات من درجتين الى ثلاث درجات، ممكن توصل لاربع درجات كمان في بعض المحافظات. تمام، احنا برضو لسه ما وصلناش حتى لنص اغسطس، فهل من المتوقع ان يعني في موجات جديده حاره برضو هنتعرض لها الفتره الجايه، ولا ممكن نكمل بقيه الشهر على الدرجات اللي هي المعتاده في الوقت ده من السنه؟ يعني هو وفقا للتوقعات، وطبعا زي ما متفقين على قاعده التنبؤ، ان كل ما التنبؤ مدته تطول كل ما دقته بتقل. بس وفقا للتوقعات المبدئيه ان شاء الله الاجواء هتكون افضل وهتعود درجات الحراره للمعدلات. يعني بمعنى اوضح للمواطنين وللمشاهدين، هيكون الاجواء افضل من الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات هو كان يعتبر في التوقعات اقوى درجات حراره ممكن تحصل في اغسطس هذا العام. طيب طمنا على اسكندريه دكتور محمود، طبعا صباح الخير في البدايه، طمنا على اسكندريه، طمنا كده يعني على الساحل الشمالي، الناس بتسافر كتير الاماكن دي وفي ماتشات وغيره، فاتفضل يا دكتور. طبعا فل يا استاذه نهاوند، احنا طبعا احنا بنقول ان الاجواء دي التحسن موجود في كل محافظات الجمهوريه، اسكندريه والسواحل الشماليه، وهذه المناطق بتتمتع بجو ممتع خلال هذه الايام، درجه حراره من 32 ل 33 درجه، فدرجات حراره في المعدل الطبيعي بالنسبه للسواحل الشماليه. ارتفاع نسب الرطوبه طبيعي برضو لان احنا في شهر 8، ولكن برضو في نشاط رياح خاصه في اسكندريه والمناطق الغربيه، السلوم ومطروح والعلمين، نشاط رياح بيقلل من ارتفاع نسب الرطوبه او احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه في فترات الليل، والجو بيبقى فعلا ممتع جدا في هذه المناطق. فهي تعتبر افضل مناطق في جمهوريه مصر العربيه من حيث انخفاض درجات الحراره واعتدال الجو هناك ان شاء الله. طب رائع جدا جدا، شكرا ليك دكتور محمود على هذه التفاصيل. العفو يا استاذ نهاوند.